تقول ولكن راه الكلمة الطيبة، راه ديك الكلمة الطيبة أنا راه مشتاقة لها من زمان. الكلمة الطيبة والله العلي العظيم، من الكلمة الطيبة من عاد ما عندي أنا في حياتي نهائيا. الجزائر تبارك الله عليك أختي، هي المرأة القوية. حنا ما ترمينا ومازالين حنا كفسه، هي اننا ما كانت حتى شي حاجه مزيانه والمعامله السيئه وفوقها باقي عندكم تعرفوا. غير هي انا اللي غنصح البنات هو ان ديما يعني انا تنصح في راسي، ولكن تيجي عاوتاني بنادم صافي تنسى كل شيء. خلي كنصح هذه نصيحتي، يعني هذه نصيحتي اللي غنصحها لاي وحده، ان اي وحده ما تثيقش، ما ديرش الثقه نهائيا والله، يعني ما تثيقش نهائيا نهائيا، ودير علاش تولي باش ما طيحش في نفس السلوكه اللي انا فيها. خارجه بيدي حوايج، حوايج ما عنديش اقسم بالله، هادو حوايج ديال الدار هنايا، ديال البنت اللي عطيني الدار. فهمتوني؟ يعني شوفوا كتشوفوني لابسه الشال، هاد الشال مسكينه واحد السيده تندير ليها اعلان، صيفطات لي سميتها اليغرس يمكن عبايه، هي اللي صيفطات لي دوك جوج عبايات. هي باش كنبدل هاد البيجامه ديال سامر عطاتها ليا، يعني ما هو صح انا لعبت بالفلوس،